بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حبة الدواء التي تستخدم عادة لعلاج الصداع، الألم وخفض الحمى، يمكن كذلك أن تكون وسيلة ناجحة للحد من مشاكل البشرة. كذلك تناول الأسبرين وكل أنواع الأسبرين بكل الدول، هناك عدة أنواع مثل البنادول والباراسيتامول، الأسبرين في كل دولة بماذا تسمى. إذا عانينا من صداع فإنه يوفر الراحة الفورية وكذلك يعزز الجمال، وله فوائد عديدة لكل أنواع البشرة. حبوب الأسبرين تعمل كذلك على علاج الكثير من مشاكل الشعر، تساعد على تنظيف البشرة، تقضي على كل الشوائب التي تظهر على سطحها خصوصا في المناطق الحساسة. واستخدام هذه الوصفة لحبوب الأسبرين في الأماكن الحميمة من أجل القضاء على إسودادها والحصول على نتائج مذهلة في التبييض. وكذلك يعمل الحمض الفعال في الأسبرين على شد المهبل وتبييضه بسرعة فائقة. المكونات، نحتاج إلى حبتين من الأسبرين، قلت استخدموا أي نوع من الأسبرين المتواجد عندكم في دولكم. نبخ عليه ماء الورد حتى يذوب الأسبرين. نقوم بتذويبه جيدا بهذا الشكل حتى يذوب تماما. إذا لم يتوفر لديك ماء الورد، يمكن استخدام ماء الزهر. بعد أن يذوب الأسبرين نهائيا بهذا الشكل، نضيف عليه الجليسيرين الطبي. إذا كان الجليسيرين الطبي غير متوفر عندكم، يمكن تعويضه بزيت الجليسيرين، ولكن الأفضل والأنجح في هذه الوصفة هو الجليسيرين الطبي. نخلط المكونين مع بعض بهذا الشكل. طبعا التنويع في الوصفات هو من أجل المرأة العاملة أو المغتربات في دول أوروبية، المشتركات في قناتي لمن لا تتوفر لديهم بعض المكونات التي أضعها في الفيديوهات. أحاول قدر الإمكان أن أسهل عليهم الأمور. ثالث مكون هو كريم الجليسيرين أو جليسوليد. يمكن استخدام أي نوع مرطب عندك في البيت. إذا لم يتوفر كريم الجليسوليد أو الجليسيرين، إذا لم يتوفر يمكنك استخدام أي نوع كريم مرطب أنت تستخدمينه. نخلط المكونات جيدا مع بعض بهذا الشكل. كذلك ربات البيوت من مشتركات قناتي، يمكن التنويع في هذه الوصفات من أجل عدم توفر الوقت لديهن، ولكنها وصفة رائعة جدا ومن أول استخدام. إذا لم يكن الإسمرار في الأماكن الحساسة شديد ستظهر النتيجة. نتحصل على هذا الكريم الرائع جدا على منطقة نظيفة. على منطقة نظيفة يجب عمل تقشير للمنطقة مرة واحدة بالأسبوع بزيت زيتون وسكر أو بواسطة ملح الحليب. وقشري المنطقة، اشطفيها بماء دافئ، جففي المنطقة جيدا قبل النوم. ادهني هذا الكريم على كل منطقة، المنطقة الحساسة، المهبل وبين الفخذين.
اتركيها ليلة كاملة، وفي الصباح يتم شطف المنطقة بماء دافئ، وبعدها قومي بترطيب المنطقة. يفضل لو توفر لديك قلت الجليسيرين الطبي، رائع جدا لتبييض المناطق الحساسة. كما تعمل هذه الوصفة على إزالة الحبوب بعد نتف بعد إزالة الشعر من المناطق الحساسة. هذا الكريم يمكن الاحتفاظ به في مكان غير الثلاجة، مكان بارد، مدة 3 أشهر صالح للاستخدام. يمكن للحوامل استخدام هذه الوصفة ولكن بالشهر 9. كذلك المرضعات يمكنهم استخدامها، آمن وليست له أي أعراض جانبية. البنات الصغار من عمر 15 سنة فما فوق يمكنهم استخدام الوصفة وبكل أمان. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى تصلكم فيديوهاتي الجديدة فور نزولها وتفعيل الجرس. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحبوب رائعة جدا، حبوب الصداع. سبق ووضعت بالقناة وصفة أو كريم للمناطق الحساسة والحمد لله كانت ناجحة، لأن حبوب الصداع بها حمض السالسيليك، هو يساعد على تهدئة إحمرار البشرة والتهاباتها ويخلص من الحكة، يعمل على تبييضها حيث يتميز بخواص فريدة جدا مضادة للالتهابات، ويساعد على مكافحة التهابات الجسم البشرة كذلك. نأخذ حبوب الصداع، يمكن استخدام هذا النوع أو نوع آخر متوفر عندكم، المهم أن تكون حبوب الصداع. نأخذ 2 من حبوب الصداع، 2 حبات من حبوب الصداع وكريمك المرطب. استخدمي كريمك المرطب اليومي، أي نوع تستخدمينه أنت استعمليه في هذه الوصفة. لا يوجد هناك أي نوع محدد لكريم المرطب. نضع قلت 2 حبات من الأسبرين، أي حبوب الصداع، أي نوع متوفر عندكم، ونضع عليها ماء الورد، حوالي ملعقة شاي صغيرة من ماء الورد. نتركها لتذوب، سرعان ما تذوب حبوب الأسبرين. حتى تذوب حبوب الأسبرين بشكل نهائي ونتحصل على هذه الكريمة. صاحبات البشرة الجافة جدا، يضيفوا لحبوب الأسبرين 5 قطرات من زيت اللوز الحلو. قلت صاحبات البشرة الجافة جدا، لمن سألوني عن هذه اسمها القطارة، طلبوا مني ما اسمها، هي اسمها القطارة، نستخدمها لنخلط جيدا المكونات وبعدها نقوم بإضافتها على الكريم المرطب. حاولوا استخدام ملعقة خشبية عند خلط هذه المكونات حتى لا تتأكسد مع أي ملاعق أخرى من نوع ستايلنس. نخلط جيدا،
ونتحصل على هذا الكريم رائع جدا، يعمل على تنظيف مسامي البشرة المسدودة، كما يعمل على تقليل ظهور حب الشباب، يخلص من طبقات الجلد الميت، يخلص من طبقات تصبغات عفوا البشرة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس، كذلك يعمل على تقليل ظهور الخطوط وتجاعيد البشرة أي الخطوط الدقيقة، وكذلك هو لخواصه المضادة للالتهابات، كما أنه يعمل على تقليل ظهور انتفاخات الوجه وكذلك تحت العينين. هذا الكريم صالح الاستخدام للحوامل المرضعات كذلك، البنات من عمر 10 سنوات فما فوق يمكن استخدامه. استخدام هذا الكريم يكون ليلا قبل النوم، يوم بعد يوم، رائع جدا لتبييض البشرة، والاحتفاظ به يكون لمدة 3 أشهر. هذا الماسك ماسك عفوا هذا الكريم كريم الأسبرين، بياض رائع جدا ويعطي نعومة للبشرة وصفاء لبشرتك، وبشرة تكون خالية تماما من التجاعيد بفضل الله، ونتائجه أكثر من رائعة. وسبق ووضعت قلت كريم للمناطق الحساسة، والحمد لله كان ناجح ونال إعجاب الكثير من مشتركات قناتي. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.